مشاهدينا، وللحديث أكثر عن ظاهرة انتشار المخدرات في العراق وتورط مسؤولين بالحكومة في الاتجار بالمخدرات بحسب تصريحات نائب في البرلمان، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله السلمان. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. حياكم الله وأهلا بكم. يعني كنا نستغرب من أن الحكومة تعيد المخدرات المضبوطة إلى تجار المخدرات بعد طحنها بحسب تصريح لأمير النائب أمير المعموري. الآن هل يمكن للحكومة أن تنكر تورطها في تجارة المخدرات بعد تصريح هذا النائب بأنه سيارات حكومية هي من تنقل المخدرات وتتاجر بها؟ بمناسبة ذكرى الاحتلال، بداية احتلال العراق العسكري، العمل العسكري، نعم، لا بد من نستذكر أهم أهداف الاحتلال. نعم. الذي صرحت به أولبرايت عام 97 في مثل هذا الشهر، قالت نحن نتمسك بالحصار، نتمسك بالحصار لتحقيق أهداف، فذكرت عدة أهداف، ضمن الأهداف تغيير السلوك وقيم المجتمع العراقي. هنا انتهى تصريحها. تغيير السلوك وقيم المجتمع لابد له أدوات، فمن أدوات، من أهم أدواته هو المخدرات، لأنها المخدرات غريبة عن المجتمع العراقي وعن تقاليده وعن أخلاقيات العامة. الشعب العراقي غريب جدا، ليس فقط بالقانون، وإنها التربية المنزلية وبيئة المجتمع العراقي ترفض المخدرات. فلذلك المخدرات هي جزء أساس من أهداف الاحتلال التي ينفذها وكلاء الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، وهم فبالتأكيد حكومة مثل تنكر تورطها، لأنها هي أنكرت تريليون دولار سرقتها على من الشعب العراقي، أنكرت الطائفية والدماء التي سالت في شوارع العراق، أنكرت قتل ثوار تشرين، وأنكرت الفساد. كل هذا تنكر، فلماذا لا تنكر المخدرات؟ فبالتأكيد تنكر. والسلطة التي تعمل تعبث بحياة شعبها بهذه الطريقة بالتأكيد هي جزء من نشاط المخدرات. نعم. وهي القوى التي تهيمن على السلطة هي التي تقوم بإدارة المخدرات، فلذلك السلطة تنكر كل ما تريد كنكران يقع في الأدوات. طيب، يعني الشراكة بين الحكومة وتجار المخدرات، وهي الحكومة الجانب الذي من المفترض أن يحارب المخدرات وتجار المخدرات ومن يروج لها، كيف نفهم هذه الشراكة وكيف هي، وما هي حلقة الوصل ما بين الحكومة وتجار المخدرات وكيف تؤثر على المجتمع؟ لا توجد شراكة، وإنما هي الحكومة أو الأدوات التي تسيطر على الحكومة هي الميليشيات، هي القوة الأكثر، والأجهزة الأمنية التي تهيمن عليها الميليشيات. نعم. هي التي تدير عملية المخدرات والتهريب عبر المنافذ وغيرها. كل هذه هم، الحكومة ليست شريكة وإنما ضليعة بالعمل، هي تدير هذا العمل. فبالتأكيد أنه أنت نتوقع إحنا قيمة يعني هذا اللي راح أقوله هو تصريحات مكافحة. نعم. المخدرات. نعم. تقول أنه قيمة الغرام في بغداد او في البصره وميسان ارخص من اي مكان في العالم، 5000 دينار حق الغرام، وهذا بينما هو حقه يقارب الى 100 دولار. هذا لعمليه تسهيله، واللي يقوم على هذه التسهيل وغض النظر عن التجاره وعدم احترام حقوق الانسان في العراق هو السلطه نفسها. فبالتالي يعني السلطه هي غير معنية بهذا الأمر نهائيا. يعني السلطة هي اللي ترعى وليست شريكة، وإنما هي اللي تترعى المخدرات وترعى القيادات هي المخدرات. اليوم السيطرة على الطرق ما بين الحدود العراقية شرقا وغربا من قبل الميليشيات، كيف يساهم في إدخال والاتجار وتسهيل عملية زراعة المخدرات ونقلها من سوريا وإلى العراق ومن إيران إلى العراق؟ كيف ساهم سيطرة الميليشيات على هذه الطرق في نشر وازدهار المخدرات في العراق؟ من أهم الوظائف الموكلة إلى الميليشيات هو إدخال المخدرات إلى العراق، فلذلك هم يلعبوا هذا الدور بشكل أساسي. يدخلون من الحبوب الكبتاغون، تدخل من سوريا، من سوريا إلى العراق. نعم. من حزب الله إلى عن طريقهم. وبذلك حتى في سليمانية يوجد يعني
معبر خاص للبي كي كي تعبر منه الكريستال وغير شغلات والمخدرات الأخرى. فهذه كلها المنافذ كلها سيطرة عليها السلطة والميليشيات هي التي تقوم بهذا العمل. فمن أهم واجباتها الموكلة إليها من إيران، وإيران هي المستفيد الوحيد لأنها تتعامل مع العراق بعدائية، فهذه العدائية هي تضمن لإيران أن يكون الشعب والمجتمع العراقي مجتمع يعاني من الفوضى والانكسار النفسي والمخدرات وعدم الترابط الاجتماعي. يعني حتى اليوم في زيونة في بغداد تم القبض على شاب قتل أم والديه وجرح شقيقته، هذا نتائج المخدرات. هذه هي ما تريده إيران من العراق. طيب، اليوم لجنة برلمانية تطالب بفحص موظفي الدولة والأجهزة الأمنية وكذلك طلبة الجامعات بشكل دوري للتأكد من سلامتهم وخلوهم من المخدرات. يعني هذا السؤال من شقين، يعني هل بالفعل الدولة قادرة على إتمام هذه الإجراءات؟ الشق الثاني، هل وصلنا إلى هذه المرحلة من فحص موظفي الدولة والأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تدافع وتحارب ضد هذه المخدرات هي المتهمة بكثرة تعاطي المخدرات بين صفوفها وأفرادها؟ حقيقة هو هذا يعني يعتبر اعتراف رسمي على أن شريحة المجتمع الموظفين عادة في كل المجتمعات تكون شريحة مستقرة، بمعنى أن المخدرات ضربت عمق الشعب العراقي. فبالتالي يعني عملية الفحص هذه هي بالتأكيد هم غير قادرين، هم لم يتمكنوا من تطعيم الكورونا، هم لم يتمكنوا من تقديم أبسط الخدمات الصحية للمواطن العراقي، فكيف يستطيعون قيام مثل هذه الإجراءات والفحوصات الطبية على هذا الكم الهائل من الأعداد الكبيرة من الموظفين والأجهزة الأمنية؟ ناهيك عن هم يردوها أيضا وسيلة من وسائل الفساد ووسيلة من وسائل ابتزاز الموظفين. اللي يطلع عنده نتيجة يعني إيجابية بمعنى أنه هو يتعاطى فيرفضون يعني يبتزوه حتى يأخذوا منه أموال، وأيضا إلى عملية تصريف هذه الأموال إلى جيوب القيادات السياسية. فالحكومة تبتكر أو البرلمانيين يبتكرون وسائل للفساد ليس أكثر، يعني هم هذه من إحدى وسائل الإنفاق والفساد. هذا فيما يتعلق بموظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية. ماذا عن شريحة الشباب؟ وقد وصلت البطالة في العراق إلى أرقام مخيفة جدا ما بين فئة الشباب اليوم. كيف تستفيد الحكومة والدولة ومؤسساتها من نشر المخدرات للتخلص من زخم الشباب المطالب بتوفير فرص عمل؟ النظام السياسي بالعراق موكل إليه تدمير الشعب العراقي بكل شرائعه. وأنت لما تجي إلى شريحة الشباب بمعنى أنت تضرب قلب الشعب، تضرب قلب المجتمع، فبالتالي هم هدفهم هو هدف المجتمع. هم يريدون حتى هم مستغربين كيف وصل عدد العراق إلى 40 مليون، هم لا يريدوا هذا. صرح الجعفري في وقته قال نريد العراق 12 مليون. فبالتالي هم ليس بهدف رعاية الشباب، بالعكس برعاية كسر الشباب وكسر المجتمع العراقي وتدمير الشعب. إذا هم قادتهم نفسهم، القادة يحتاجون إلى علاج من المخدرات. يعني رئيس وزراء لدورتين متتالية، ورئيس كتلة، ورئيس حزب إسلامي يدعي أنه من شيعة علي، ويقول أن علي بن أبي طالب جده رسول الله. واحد منهم يقول أنه دجلة والفرات من إيران، واحد يقول الفرات في مصر. هذول المفروض هم يتعالجوا من المخدرات. هذا كلام لناس مصابين بالمخدرات، هم يتعالجوا بداية وبالتالي يعالجوا الشعب العراقي أو يعملوا لصالح الشعب العراقي. طيب، يعني إذا كانت الدولة وأجهزتها بهذه العقلية في التعاطي مع آفة المخدرات، هل يتوقع أن يكون هناك علاج جذري وحقيقي لتطهير المجتمع من هذه الآفة من هذه الدولة؟ مستحيل، يستحيل في بقاء هذا النظام السياسي وهذه الكتل السياسية وهذا النظام بهذه الطريقة بالمحاصصات والطائفية المقيتة التي يعتاشوا عليها، يستحيل أن يعملوا خيرا للشعب العراقي. فإحدى أجزاء أدوات تدمير الشعب العراقي هي المخدرات، بل سيشجعوها. وأنت النسب اليوم في البصرة 60%، عفوا في الميسان 60%، في البصرة وفي بغداد 50%. هاي النسب
يعني هذه النسب لا توجد في أي بلد، في أي بلد في العالم لا توجد هذه النسبة من المخدرات. نعم. هذا دليل على تواطؤ السلطة وعملها المتعمد في إيذاء الشعب العراقي. هذه هي المشكلة، المشكلة في النظام السياسي لا يستطيع أن نعم. إيجاد أي حلول تخدم المواطن العراقي أو الشعب العراقي، لا الآن ولا مستقبلا من هؤلاء. نشكركم الشكر الجزيل من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.